مساء الخير على كل متابعي وتشاهدي موقع نجوم الفن في كل مكان. اهلا بحضراتكم في لايف جديد، معاكم عبد الرحمن عاشور. اركبوا معانا احسن. زي ما حضراتكم شايفين الفنانه يسرى. تقديم مع حضراتكم العزاء سهير ترك والدة الفنانة رانيا فريد شوقي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. رحلت عن عالمنا سهير ترك والدة الفنانة رانيا فريد شوقي بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالتها الصحية خلال الساعات الماضية. وقد أعلنت الفنانة ناهد السباع عن خبر وفاة السيدة سهير ترك زوجة الفنان الراحل فريد شوقي والد خالتيها رانيا وعبير فريد شوقي. وقالت ناهد السباع عبر حسابها على الانستجرام: إن لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك والدة خالتي رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي، نسألكم الفاتحة والدعاء لكل من فقدناه. تزوجت سهير ترك الفنان فريد شوقي عام 1970، أنجبت منه الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها عبير شوقي. صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام. لا عايزة تاني، خلص كده الربع ابتدى، نرجع بقى مكاننا ورا الصوت ده يا إما ورا الصوت. ممكن الرجالة يا نسا. لا عايزة تاني، الله يرضى عليكم. راجل اللي هو متوفى يا أحمد يا سلام ورا سمعت. عاشت سهير ترك مع الفنان الراحل فريد شوقي لمدة 28 عاما. كانت أول هدية اشتراها لها عبارة عن أسورة ذهب بعد ولادة ابنتها الكبيرة عبير. كانت سهير ترك والدة رانيا فريد شوقي تفضل الحياة الأسرية مثل زواجها وتحترم مواقف زوجها مع أصدقائه عندما كان يصلح بينهم وبين زوجته. كانت سهير ترك تشيد بزوجها في كل لقاء وتتحدث عن اهتمامه بعمله قائلة: كان همه صناعة العمل نفسه، وكانت تشجع ابنتها في مجالها. تعرضت سهير ترك لأزمة صحية بعد وفاة ابنة زوجها المنتجة ناهد فريد شوقي بأيام، عاشت سهير ترك في حياة هادئة ولم يذكر لها خلافات مع أبناء زوجها، بل كانت على علاقة طيبة بزوجاته السابقة وبناته. الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وادخلها الجنة وأعزها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمها رحمة تطمئن بها نفسها وتقر بها عينها. الله
كده ايه كده هم فين انا عم الرجاء دعاء لها بالرحمة والمغفرة. اللهم إن كانت محسنة فزد من حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أعلنت خبر وفاة سهير ترك الفنانة ناهد السباعي زوجة الفنان الراحل فريد شوقي والد خالتيها رانيا وعبير فريد شوقي. وقالت ناهد السباعي عبر حسابها على الانستجرام: إن لله وإنا إليه راجعون. توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك والدة خالتيها رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي. أسألكم الفاتحة والدعاء لكل من فقدناه. ارجع ورا يا صاحبي ارجع ورا. وزي ما حضراتكم شايفين ظهور الفنانة وفاء عامر. جدعان مش هينفع كده يا جدعان. السلام على حضرتك يا فنان. ألف سلام على حضرتك. السلام. الله يسلمك. شوفوا العربية.
الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها، وأدخلها الجنة وأعزها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمها رحمة تطمئن بها نفسها وتقر بها عينها. اللهم إن كانت محسنة فزد من حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرضت سهير ترك لأزمة صحية بعد وفاة ابنة زوجها المنتجة ناهد فريد شوقي بأيام. الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا جدعان هاخد يعني هيرضيكم على الواحد يعني ايه يا مصطفى يا باشا اهو الراجل بيقول لي اهو اقول له دقيقه اروح اقول له دقيقه يا رجاله يا استاذ عيسى خليه بقى يتصرف معاهم أصلاً. أيوة. أكثر من كده.